حسن احد المنسقين دفعه 2015. احنا جايين النهارده بنطالب بالتعيين بالدفعات السابقه، التعيين اسوه بالدفعات السابقه من 2002 حتى 2014. احنا طبعا جايين النهارده بنقول ان مش هنمشي غير لازم يكون في قرار في ايدينا، قرار للتعيين تمام، او على الاقل يكون في تعهد رسمي من قبل مجلس الوزراء بتعيين دفعه 2015. من شهر تاريخ اللي فات احنا بننزل وقفات، ودي الوقفه الخامسه لينا ان شاء الله هيتم دلوقتي. احنا هنتوجه لمجلس الوزراء ومش هنمشي من هنا غير لازم نقابل رئيس مجلس الوزراء او احد المستشارين بتاعه. قابلنا الدكتور محمد سامي مدير مكتب رئيس الوزراء، قعد معانا ورانا المذكره اللي احنا مقدمينها، مؤشر عليها بعلامه صح من رئيس الوزراء، وامين عام رئيس الوزراء بعتها لوزير التخطيط بيقول له شوف لي اماكن للناس دي، ادانا ميعاد خلال اسبوع هيرد عليه هيقول له اماكن فاضيه فين. بعد كده الجواب هيوصل لرئيس الوزراء من وزير التخطيط دكتور اشرف العربي، هيقول له الاماكن عندي فاضيه وان الناس دي ما بيتطبقش عليها قانون الخدمه المدنيه زي دفعه 2014 اعتماد 2015. هيتم رئيس الوزراء يأشر على طول موافق على التعيين للدفعه بالكامل ابتداء من 1/1/2015 حتى 31/12/2015. شكرا يا